النهارده هكلمك عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي تعمل ايداع في موقع بينومو اللي بنعمل له سلسله قويه جدا من الفيديوهات، وده فقط ومن خلال العملات الرقميه. الموضوع سهل جدا وطلب مني كتير، وان شاء الله هننفذه النهارده ونعمل فيديو تفصيلي عن ازاي تعمل ايداع في موقع بينومو باستخدام العملات الرقميه بعد الفاصل الصغير اللي جاي ده. اهلا بكم يا شباب، رجعنا مره تانية معاكم احمد البابلي من قناه الباش مدرس، القناه المختصه في فيديوهات الربح من الانترنت والمشاريع الصغيره وفرص العمل. زي ما شفنا كده في مقدمه الفيديو، ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موقع بينومو اللي عملنا له اكتر من 40 فيديو موجودين في السلسله او في الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. من خلال الموقع ده شباب، كل اللي انت هتعمله هو ايه؟ كل اللي انت هتعمله هو ده، ومن خلال الموبايل بتاعك تقدر تشتغل، واللينك موجود تحت في صندوق الوصف. احنا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي ازاي انك تعمل بقى ايداع في المنصه دي من خلال استخدام العملات الرقميه. يلا بينا نروح على الشرح العملي، تقدر تطبق نفس اللي انا هعمله من التليفون او من جهاز الكمبيوتر وبس كده. يلا بينا نشوف الشرح العملي بالتفاصيل ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا بيكم شباب، رجعنا مرة تانية هنا مع الشرح لموقع بينومو. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، دي المنصة هتلاقي الروابط كلها موجودة تحت في صندوق الوصف، تقدر توصل لها بكل سهولة. اول حاجة هتعملها شباب هنا، تتأكد انك على الحساب الحقيقي اللي هو الريال اكاونت. هنا انا كنت مفضل الحساب عشان اعمل ايداع معاكم خطوة بخطوة وتعرفوا التفاصيل كلها. طب انا بالنسبة لي هعمل ايداع من خلال العملات الرقمية من خلال منصة باينانس. زي ما انت شايف كده، هتفتح اول حاجة حسابك على منصة باينانس، هتبدأ ان انت تدخل هنا على كلمة ديبوزيت على حساب بينومو، تبدأ تضغط عليها. زي ما شايف هنا هيجيب لك وسائل كتير جدا للايداع، احنا هنبدأ نختار الحاجة المناسبة معانا. طبعا احنا عايزين نعمل ايداع في الفيديو ده بطريقة العملات الرقمية، فانت هتبدأ تنزل خالص لحد ما تلاقي الكريبتو وولتس او المحافظ عملات رقمية. هتبدأ ان انت تختار بقى اللي يعجبك، سواء اللايت كوين او التيسر اللي هي عملة اليو اس دي تي اللي هي الدولار يعني. وفي منها هنا خلي بالك نوعين من النتورك، نتورك التي ار سي 20 ونتورك الاي ار سي 20، دي خاصة بالإثيريوم. هنا عندك الكريبتو وولتس، وهنا عندك البيتكوين اللي عايز تودع بالبيتكوين، واليوز يو اس دي كوين، وهنا عملة الإثيريوم. اختار اللي يعجبك. انا بالنسبة لي هنا هبدأ ان انا اودع بعملة اليو اس دي تي بالتي ار سي 20، وهتعرف كل التفاصيل دلوقتي. هبدأ هنا نضغط عليها كده زي ما انت شايف. زي ما انت شايف هنا طبعا رصيدي يعتبر صفر، يعني انا رصيدي هنا تقريبا 15 سنت، ما يعتبر ما فيش رصيد اصلا. طب هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا هنا بيقول لك حدد الكمية اللي انت عايز تعملها ايداع، وليكن مثلا انا عايز اعمل ايداع ب 100 دولار، فابدا اكتب هنا 100 وابدا ان انا هنا اشوف لو انا عايز اخد بونص او مش عايز اخد بونص. طبعا هتلاقي كوبون انا سايبه لك تحت في صندوق الوصف تقدر تستخدمه وتاخد 100% على ايداعك لاول مره، يعني لو اودعت مثلا 100 دولار تاخد 200 دولار وهكذا. طب خلي بالك برضو ان شروط البونص دي مهمه جدا، لازم تبقى عارفها. وايه هي شروط البونص يا شباب؟ لو استخدمت الكود او استخدمت البونص ده هتخضع لشروط معينه، والشروط دي هي انك لو انت مثلا استخدمت اي كوبون او استخدمت اي خانه من دول عشان تطبق بونص على الرصيد وتاخد رصيد زياده، فانت يبقى المفروض يعني يبقى ليك شروط معينه من البونص تنفذها. والشروط دي هي كالاتي، هي انك تدخل صفقات بقيمه 40 ضعف المبلغ اللي انت عملت ايداع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت مثلا دخلت ايداع او عملت ايداع مثلا يعني على سبيل المثال بواحد دولار، فانت المفروض تدخل صفقات ب 40 ضعف الرقم ده، يعني تدخل صفقات بقيمه 40 دولار. طب نفترض الصفقه خسرانه او كسبانه، لا مش هيفرق، المهم ان انت تدخل صفقات بقيمه فلوس 40 ضعف اللي انت عملت بيه ايداع وخدت عليه البونص ده، في حاله لو انت استخدمت الاكواد او استخدمت خانه البونص اللي تحت ده على الرصيد. لو مش حابب الموضوع ده بلاش، واكتب هنا الرصيد بتاعك على طول، او اختار من الباقات اللي هم عاملينها لك هنا وابدا ادوس على كلمه ديبوزيت. انا هنا اودع 100 دولار وابدا ادوس هنا على ديبوزيت. زي ما انت شايف حولني على الصفحة دي، وبيقول لي هنا قدامك 15 دقيقة تعمل فيهم الايداع، وبيقول لي هنا خلي بالك ان هما هنا المينيمم ديبوزيت 1 يو اس دي تي يعني 1 دولار، وهنا بيقول لي انت هتبعت 100 على المحفظة دي، خد المحفظة دي كوبي زي ما انت شايف، وبيقول لك انت هتدفع من عندك في المحفظة الرقم ده.
تمام. طيب هبدأ ان انا اعمل ايه؟ هبدأ ان انا اروح على محفظتي زي ما انت شايفين، انا فاتح المحفظة بتاعتي اهي. هبدأ ان انا اجي هنا على كلمة withdraw، يعني اسحب، مش هدوس على ايداعها، انا بدوس على ايداع في منصة بينوم، انما هنا في منصة المحفظة او العملات الرقمية بتاعتي بدوس هنا على كلمة سحب. هنا طبعا بيقول لي withdraw، هنا ادوس على withdraw crypto، يعني عايز اسحب عملات رقمية زي ما انت شايفين. بقول لك الكوين اللي انت عايز تسحب منها ايه، انا هنا مش هستخدم البيتكوين، تقدر انت تستخدم اللي يعجبك. انا هنا في حالتي هستخدم عملة اليو اس دي تي اللي هي عملة الدولار او التيسر زي ما انت شايف اهو، انا استخدمتها. بيقول لي العنوان ايه، هبدأ اعمل بيست للعنوان اللي انا اعطيه لي هنا على المنصة زي ما انت شايف، انا كتبت العنوان هنا. النتورك، وهي دي شباب اللي انا قلت لك في الاول، انا اخترت التي ار سي 20، تمام. انا اخترت هنا ال تي ار سي 20، فابدا اختار اللي هي دي. وبقول لي هنا خلي بالك العمولة 1 دولار او 1 USDT، تمام. فهنا علشان ابعت، انا زي ما قلت لك المفروض الرقم ده اللي انا هبعته لهم هاخده كوبي، هو قال لي ابعت الرقم ده، فانا ابدا اكتب الرقم ده هنا بيست. وتاكد يا شباب بقى من الحاجه دي، انت كده لو بعت على الوضع الحالي دلوقتي فانت هيوصل على بينومو 99 دولار، فالايداع مش هيسمى عندك في الحساب، وهتضطر تكلم الدعم بقى وتخش في موضوع ايه كبير جدا. ليه؟ لان انت ما عملتش حساب الواحد دولار العموله اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه. فانت هتعمل ايه؟ اللي انت هتعمله ان انت هتيجي هنا كده وتبدا انك تخلي بدل 100 دولار يبقى 101، يعني نفس الرصيد بالظبط بس هتضيف واحد زياده، بقى 101 دولار زي ما انت شايف هنا. التوتال بقى اللي هيوصل لهم هيبقى 100 دولار و34 سنت اللي هو المبلغ اللي المنصة محددهولك لك اهو. ليه؟ ليه؟ لان انا هنا حطيت 1 دولار زيادة اللي هو العمولة اللي هو كتبها لك تحت دي. فاتأكد يا شباب من الخطوة دي كويس جدا. وبعد كده هبدأ ان انا اتأكد ان كل حاجة تمام، وابدأ ان انا ادوس هنا على كلمة withdraw. زي ما انت شايف هنا بيقول لك اكد العملية دي، هدوس هنا على continue. بيقول لي هنا طبعا هيبعت لي تأكيد على الإيميل وتأكيد على رقم التليفون أكواد، تأكد إن أنا اللي بعمل السحب ده علشان ما يكونش حد مخترق الجهاز أو حاجة. هبدأ أأكد وأرجع لكم مرة تانية. زي ما شايفين هنا يا شباب أنا كتبت الأكواد اللي وصلتني، وأبدأ أدوس هنا على سبميت. زي ما انت شايف هنا بيقول لي الموضوع تم خلاص بنجاح، دوس هنا على كومبليت. والمفروض زي ما انت شايف كده أنا خلصت عملية التحويل. هبدأ أرجع تاني هنا زي ما انت شايف هنا التايمر ده انا ما تخطيتش الوقت، لسه في فاضل 11 دقيقة وانا كنت خلاص عملت عملية الايداع. طبعا الايداع بيسمع عندك بعد تقريبا دقيقة او اتنين، فهنا زي ما انت شايف عامل لك waiting for payment، يعني علامة التحميل دي شغالة. اول ما تتحول علامة التحميل دي للون اخضر يقول لك ان انت كده خلاص الايداع تم، فخلاص الرصيد بيوصلك، وهتفضل سايب الصفحة دي شوية لحد ما الايداع يوصلك. لو عايز تتأكد ان الايداع وصلك ادخل برضو على الحساب بتاعك على بينومو، زي ما انت شايف هنا الرصيد اهو كان 15 سنت، اقعد اعمل ريفرش بقى لحد ما تلاقي الايداع سمع عندك او الايداع وصلك، او افضل سايب الصفحه دي لحد ما الايداع يتقبل او الايداع يوصلك. انا هبدأ ارجع لكم مره ثانيه ونشوف هيعدي قد ايه وقت من ال 11 دقيقه دول او ال 10 دقائق دول لحد ما الرصيد يوصل. انا مش شايف، رجعنا مره ثانيه. الموضوع حرفيا ما اخدش اكتر من دقيقتين، وكتب لي هنا سكسس ان فويس ووز سكسسفولي بايد، يعني العمليه تمت بنجاح. وزي ما انت شايف ده اللي جالي 100 دولار وانا دفعت 100 دولار و34 سنت. بس خلي بالك ان احنا بنزود 1 دولار عموله، يعني انت بتزود 1 دولار وانت بتبعت علشان الرصيد يوصلك بالظبط 134 سنت. ده كانت الطريقه بتاعتنا يا شباب. هنا زي ما شباب بقول لك جو باك، يعني يروح على المحفظه بتاعتك عشان تشوف فعلا الرصيد وصل ولا لا. زي ما انت شايف هنا بقى 100 دولار و15 سنت. وادوس هنا على كونتينيو تريدنج، وابدا ان انا ادخل صفقات براحتي واشتغل على الحساب الحقيقي بدون اي مشاكل. وبس كده يا شباب، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى فعلا يكون الكل استفاد بالفيديو ده، اتمنى فعلا يكون الكل قدر يعمل ايداع وما بقاش عنده اي مشاكل. اتمنى لو عندك اي مشكله واجهتك مع موقع بينومو تسيبها لي تحت في الكومنتات، بقرا كل تعليقاتكم. وان شاء الله لو المشكله بتاعتك تستحق ان احنا نعمل لها فيديو، فهيكون اول فيديو انت تتفرج عليه الفيديو اللي جاي ان شاء الله هو المشكله بتاعتك. كمان يعني يا شباب انا بقدم استراتيجيات كتير جدا بتبقى للناس اللي منتسبه عندنا في القناه او عامله جوين للقناه عندنا، ودي الخطط زي ما انت شايف قدامك كده، وزرار جوين ده هتلاقيه موجود تحت في جنب الاشتراك بالظبط كده هتلاقي قناه. بس كده يا شباب، شكرا انكم وصلتوا لحد دلوقتي ده من الفيديو، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سيب لي لايك على الفيديو ده، اشترك في القناه وفعل الجرس لو عايز تشوفني مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.